قد يكون السيد حسن نصر الله يعتقد بأنه من الضروري التصعيد مع إسرائيل، ولكن لا أعتقد بأن إيران سوف تسمح بذلك، لأنه يجد صعوبة بإقناع الإيرانيين للقيام بعمل من هذا النوع. إيران صرفت عشرات المليارات على حزب الله لتتمة سياستها وزيادة نفوذها في المنطقة، ولا أعتقد بأن إيران تريد من حزب الله أن يخسر في معاركه إذا ما حصلت هذه المعارك ضد إسرائيل، لأنه إذا خسرت إيران حزب الله فإنها سوف تخسر الشرق الأوسط، لأنه الميليشيات أو الفصائل المقاومة في العراق وفي سوريا ليست قوية، وليست لديها الأسلحة المتقدمة كما لدى حزب الله. وكذلك الحوثيين، يعني إذا ما خسر حزب الله في معارك ضد إسرائيل فسوف تكون خسارة كبيرة للحوثيين ولبقية فصائل المقاومة. استطاعت إيران أن تتغلغل في الشرق الأوسط أكثر شيء بواسطة حزب الله، وبواسطة هذه الفصائل في العراق، وبواسطة الحوثيين في اليمن. لذلك لا أعتقد بأن إيران سوف تعطي الضوء الأخضر لحزب الله للقيام بعمل عسكري كبير ضد إسرائيل، لأنه بالنتيجة سوف يكون الخاسر الأكبر حزب الله، لأن أمريكا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حرب بين إسرائيل وحزب الله.